السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا بكم حبايبي من كل مكان في فيديو جديد من حلقات مطبخ السلطان. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، هي الكيك الإسفنجي. كتير طلبت مني فكرة الكيك الإسفنجي أو طريقة عمل الكيك الإسفنجي، وأنا عندي يعني اعتقاد شخصي إن الكيك الإسفنجي يا جماعة هي أسهل أنواع الكيك اللي ممكن أنا أدخل أعملها في مكان، في مطبخ، في ورشة، في مصنع، على حسب كل بلد ما بتقول. لكن انا الاساس عندي ان انا افهم ايه هي الفكره، ايه الفكره اللي تخلي الكيك يطلع اسفنجي، انه يطلع هش ويطلع عالي كده. يعني ايه هي الفكره دي؟ الفكره بسيطه جدا، ان انا بحاول ان انا ادخل هواء في مكونات الكيك. يعني ايه ادخل هواء؟ يعني ادخل هواء، يعني بسيطه جدا، بس عشان تبقى يعني واصله للناس كلها. احنا بنقول المقادير كده، هنبين ازاي هندخل هواء فيها. اول حاجه معانا 2.5 كوباية دقيق، دي عادي جميع الأغراض. لكن شرط الدقيق ده عشان أدخل فيه هواء أعمل فيه إيه؟ إن أنا أنخله مرة، مرتين، 3 مرات، كل ما كان يعني أنخله أكتر كل ما بيدي نتيجة أحسن إن شاء الله. معايا كمان 2 كوباية سكر. يا جماعة الكيك السفنجي بيتعمل بالسكر الخشن العادي جدا. طبعا لو كانت الحبيبات صغيرة وبيضة بيبقى أحسن. لكن أنا هنا عشان يعني إيه؟ علشان عايزين يعني نعمل اضافه تانية، فانا هعمل ايه؟ هطحن السكر او اشتري سكر بودره من الاول، بس انا افضل ان انا اجيب سكر واطحنه بنفسي ابقى متاكد منه، وهنخله مره واثنين وثلاثه. برضو هي نفس الفكره علشان ادخل فيها هوا، بس دي انا بدخل فيها هوا يعني ايه زي ما بيقولوا كده، ايه خصب عنه يعني، ايه بالعافيه، لكن هي يعني حاجه بتاثر فعلا في النتيجه. بعد كده هنجيب 3 بيضات، نفصل البياض عن الصفار، ولو كان البيض صغير يبقى 4، بس انا حطيت شويه فانيليا كده على الصفاره عشان ما يتزفرش مننا. بعد كده عندنا 1/2 كوباية عصير برتقال، طبعا ده اختياري، ده الكلام ده ما بيحصلش بره طبعا في المصانع الحلويات وكده، بيتحط اصنسات وموجوده برضو في السوق عند العطارين وعند الناس اللي بتشتغل في الحلويات، اصنس مثلا نص برتقال ناشي، جوز هند، اي اصنس موجود. بس طبعا انا بحب احاول اعمل كل حاجه طبيعيه علشان تكون فيها فايده واحنا بناكلها ما يكونش فيها اضرار. ومعايا كمان انا هنا 2 معلقة بيكنج باودر و1/2 كوباية مية. تعالوا يا جماعه نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنجيب بوله متوسطه، نضيف صفار البيض، ونبدا بالمضرب العادي، مضرب البيض العادي، نضرب البيض بعد ما ضربنا البيض كويس. هنبدأ نضيف السكر، مش هنضيفه السكر يعني دفعة واحدة، هنضيفه واحدة واحدة، وعلى أقل سرعة في المضرب هنبدأ نشتغل. كده يا جماعة احنا ضفنا 1/2 كمية السكر اللي معانا ودوبناها كويس. هنبدأ نضيف الدقيق، لكن قبل ما نضيف الدقيق لازم ما ننساش البيكنج باودر. تمام، وبعد ما دوبنا السكر يا جماعة هنبدأ، طبعا احنا بنحط 1/2 كمية السكر مع البياض و1/2 كمية السكر مع الصفار. طبعا احنا دلوقتي حطينا 1/2 كمية مع الصفار، وهنبدأ نعمل نفس الشيء ونحط 1/2 كمية الدقيق مع الصفار، لكن المرة دي احنا مش هنضرب بالمضرب، المرة دي هنقلب زي ما حضراتكم هتشوفوا كده بالظبط. هنبدأ نقلب من تحت لفوق كده، ومش عايزين استعجال، مش لازم نستعجل، بالراحة جدا. وهي يعني ما شاء الله ان شاء الله هتكون معاكي يعني كويسه ان شاء الله. نبدا كده نقلب من تحت لفوق بالراحه عشان ما نخرجش الهواء اللي احنا دخلناه سواء في البيض او في الدقيق. نبدا نقلب كده زي ما انتم شايفين كده، ونضيف تاني دقيق. نضيف تاني دقيق،
نقلب برضو بالراحة من تحت لفوق، مش عايزين نستعجل، ما تخافيش منها جدا. حتى لو هي يعني بقت ناشفة، احنا هنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه. هنا هنبدأ في المرحلة دي نضيف عصير البرتقال، نبدأ برضو نقلب برضو من تحت لفوق، مش أي مشكلة عندنا. حد عنده مشكلة؟ أنا عن نفسي ما عنديش مشكلة. قلب من تحت لفوق، بنكمل دي طيب انت يا شيف كنت جايب مية ليه يعني؟ احنا ما شفناش مية انضافت. هنبدأ هنا لما نلاقي العجينة كده معانا تقلت ولسه في دقيق معانا، هنبدأ نزود مية بس شوية بشوية كده، ونبدأ نقلب تاني. نبدأ برضو نقلب تاني، لو لقيناها محتاجة مية هنزود مية، ما كانتش محتاجة مية خلاص زي ما شايفين كده. يعني أنا شايف إن هي محتاجة شوية مية صغيرين. بسم الله نشتغل برضو زي ما احنا، مش أي مشكلة عندنا. احنا وصلنا لقوام ممتاز جدا، يعني مرضي عنه ان شاء الله. فهنبدأ نركن كده، بعد كده هنبدأ نجيب بولة تانية جديدة هنحط فيها البياض. بسم الله في حاجة مهمة جدا يا جماعة، احنا بعد ما اشتغلنا بالمضرب بعد ما اشتغلنا بالمضرب لازم نغسل الجزئين دول، نغسلهم كويس جدا من الصفار ومن الدقيق ومن اي شيء، لازم نغسلهم كويس جدا. وبعد ما نغسلهم ننشفهم تماما، ميبقاش فيه نقطة مية. ليه؟ لان اي نقطة مية هتنزل في البياض يعني ده ممكن يسبب فشل الكيك بنسبة 90%. يعني دي حاجة مهمة جدا جدا، يعني ايه اي واحد فينا ياخد باله من الجزئية دي. هنبدأ برضو زي ما عملنا في الصفار، هنعمل مع البياض ونضرب البياض. تعالوا كده نضرب، بسم الله. الشكل ده والملمس الكريمي ده هنبدأ نضيف باقي كمية السكر على أقل سرعة، واحدة واحدة. بسم الله
كده خلاص نبدأ بقى نشوف هنعمل ايه. آخر خطوة نجيب عجينة الصفار كده ونبدأ ننزل عليها البياض بالشكل ده. معلش التصوير ممكن يكون مش كويس. ونبدأ نقلب زي ما عملنا مع الدقيق في الأول، نعمل مع البياض من تحت لفوق واحدة واحدة بدون استعجال عشان ما نضيعش مجهودنا كله اللي عملناه. نحافظ على الهواء جوه العجينة كده. ممكن يعني مع البياض ممكن نحط يعني ربع معلقة خل، لو انت عايزة الكيك يطلع لونه فاتح ممكن ربع معلقة خل كفاية جدا مع البياض. كده تمام. كويس جدا تمام قوي. بعد كده نجيب صينية، ممكن نفرشها ورق زبدة عشان ما تلزقش، ونحاول نضيف كل المحتوى ده كده في الصينية بتاعتنا تمام. نفرش الصينية ونبدأ الخطوتين دول يا جماعة علشان بس ما يبقاش فيه فقاقيع في وش فوق وش الكيك بس الحلوانية. طبعا أنا مجهز الفرن قبل ما أبدأ شغل على درجة حرارة 180. هنبدأ ندخلها الفرن وهي بتاخد حوالي يعني نص ساعة أو 25 دقيقة. بنبدأ من بعد تلت ساعة كده نبص عليها إن شاء الله. يلا بينا. وده شكلها يا جماعة بعد ما طلعناها من الفرن، ما شاء الله جميلة، لونها فاتح جميلة وعالية وهشة، حاجة يعني ممتازة. على فكرة أنا مش عايز يعني أختي أو أخويا إن هو بيعملها في البيت يظلم نفسه كتير. ليه يا جماعة؟ يعني ملاحظة مهمة جدا، الأفران بيبقى ليها يعني دور 90% من نجاح الكيك. معلش أنا بشتغل الحاجة ديت قبل كده وعارف إن كل المكونات وكل الخطوات اللي احنا عملناها ديت أي يعني مثلا ممكن أي حد يعملها، يعني أي حد يعني محترف أو حتى هاوي ممكن يعمل الخطوات دي بالطريقة اللي احنا عملناها، لكن النتيجة النهائية بتعتمد 80% علشان ما نبقاش يعني في تجاوز على الأفران. لكن دي نتيجة أنا شايفها في الفرن العادي مرضية جدا. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا إعجاب للفيديو واشتركوا للقناة. السلام عليكم.